للمزيد حول هذا الموضوع يسرني أن ينضم إلي سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال. أرحب بك سعادة الوزير في نشرة أخبار الثالثة. أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحصر الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار وكذلك تعويض المتضررين وأيضا إخضاع المناطق المتضررة لبرامج التطوير. ما هي آلية التنفيذ سعادة الوزير التي ستقوم بها وزارة الأشغال لهذا الأمر؟ شكرا والله يمسيكم بالخير. وبداية أود أن أشيد بالأمر الكريم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحصر الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار وتعويض المتضررين وحصر المناطق التي شهدت تجمعا لمياه الأمطار وإخضاع هذه المناطق لبرامج التطوير. وأحب أن أؤكد أن الوزارة وعبر لجنة تقييم الأضرار الموجودة بالوزارة تم التنسيق مع أمانة العاصمة والمجالس البلدية والمحافظات للقيام برصد الأضرار التي لحقت بالمنازل أثر الأمطار الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال اليومين الماضيين ودراستها وتعويض المتضررين، وذلك وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبالقيام بحصر الأضرار هذه الناتجة عن تجمع مياه الأمطار. ونود أن نشير أن الوزارة تعمل على أيضا وضع البرامج التطويرية للمواقع التي شهدت تجمعا لمياه الأمطار نتيجة الكميات الكبيرة التي هطلت على المملكة وسجلت معدلات قياسية، والعمل على تحسين بنى التحتية بما يحد من تعرضها للأضرار مجددا. وتستمر الوزارة أيضا لوفق خطتها على التطوير المستمر للبنى التحتية سواء كان من خلال تطوير الطرق أو الصرف الصحي وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بما يحقق الاستدامة في البنى التحتية. وفعلا قامت اللجنة تقييم الأضرار بالوزارة بزيارة عدد من المنازل المتضررة في عدد من المناطق فعلا بالتنسيق مع أمانة العاصمة والمجالس البلدية والمحافظات، وشمل ذلك عددا من المنازل في المحافظة الجنوبية ومدينة عيسى ومنطقة اللوزي. وسيستمر بإذن الله على طريق حصر الأضرار في زيارة مختلف المناطق المتضررة حتى الانتهاء من حصر جميع الأضرار أقبل الأجواء الماطرة التي تعرضت لها المملكة خلال الأيام الماضية وما نتج عنها من أضرار لمنازل عدد من المواطنين. نعم، كل الشكر لك سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال.